بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة، فقرة تعليم اللغة الفرنسية مع كتابي لي كومبروندر. طبعا كنا قد انتهينا مع هذا الصوت، صوت أ، طبعا الذي يكتب بي أ إي إن. هذه الفقرة إن شاء الله سنرى هذا الصوت الجديد كما نلاحظ الذي يكتب بجا إن، ينطق نيو نيو، صوت نيو نيو، كما في كلمة مونطان مونطان. عندنا هنا مثلا هذه الجملة، نبخونو ست فخاز لا، مون شيان أكوغي، مون شيان أكوغي، مون شيان، فوالا مون شيان، كلبي أكوغي. إيسي أون لو فيرب كوغيغ كونجوغي au passé composé. Comme nous le voyons, on a ici l'auxiliaire avoir et le participe passé du verbe courir. Alors là, on a le passé composé du verbe courir. Et dans le passé composé, le khas bifil el courir. Kifa nahsoul ali? Hassalna ali tab'an bistimal le verbe avoir au présent adafna ali le participe passé du verbe courir, les oies courues, courues, les oies courues. Iden, mon chien a couru. Iden, kelbi, annahu jara, jara. Taban, le verbe courir, fi'l jara. Kelbi, jara. Yani, annahu kana yajri. Dans la montagne, dans la montagne, fi'l jabal. Mon chien a couru. Dans la montagne, il saigne. D'abord, le verbe saigner. Le verbe saigner. يعني أنك تدمي. ما معنى تدمي؟ أنه يخرج منك الدم. أو عدو واحد المعنى آخر اللي هو دبح أو نحر إلى غير ذلك. أنك تدبح. كما نقول بأنك تسيل الدم من حيوان مثلا إلى غير ذلك. Mon chien a couru dans la montagne. Il saigne. Il saigne. إذن هو يدمي، المقصود بأنه جرح. لا يمكن للكلب أن يخرج منه الدم إلا إذا جرح. جيباني جيباني جيباني. طبعا رأينا فيما سبق لوبا لوبا، تتكلم عن كما نقول استحمام. هنا عندنا لو فيرب باني، أنك تغمر بالماء. أنك تغمر بالماء. جيبيني، أنا غمرت بالماء. طبعا نتكلم عن إغمار الجسم بالماء لوقت معين. هنا عندنا جيبيني، كما نقول أنني غمرت في الماء، أنك تدخل شيئا في الماء. جيبيني سابات، فوالا لابات دو شيان، لابات دو شيان. إذن عندنا رجل الكلب لابات، طبعا رأينا هذا فيما سبق. إذا نتكلم عن لابات، لابات يعني رجل الحيوان. جيبني سابات، أنا غمرت رجله دون دو لو كلير، في الماء. كلير في الماء الصافي، كلير يعني كما نقول واضح، بمعنى آخر أنه صافي ليس فيه ما يشوبه. J'ai baigné sa patte dans de l'eau claire. إذن أنا غمرت رجله في ماء كما نقول صافي أو واضح كما عندنا هنا. إذن mon chien a couru dans la montagne. Il saigne. J'ai baigné sa patte dans de l'eau claire. Dans de l'eau claire. ثم عندنا نيو نيو نيا نيو نيو نياغ نياغ نيو ني نيا نيو 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 نياغ. علينا أن نتدرب على هذه الأصوات. إذا كما نلاحظ أن نطقها يختلف شيئا ما عن كتابتها. على كل حال هي تنطق هكذا، ني ني نيا نيو نيو نياغ. نبخونس تخزلة au-dessous de cette image. Comme nous voyons,
قلنا مون شيان إبليسي، مون شيان إبليسي. طبعا عندنا هنا مون شيان أكوري دون لا مونتان إل سان، ألوغ لا قلنا مون شيان سان. إذا عندي كلبي يدمي، مون شيان سان، كلبي يدمي، المقصود بأنه يخرج الدم. هنا عندنا مون شيان إبليسي، يعني كلبي جرح. مون شيان إبليسي، جو لو سواني بيان، جو لو سواني بيان، بيان، أنا أعالجه جيدا. هنا عندنا طبعا جو سواني مون شيان بيان، أنا أعالج كلبي جيدا. جو سواني مون شيان، مون شيان بيان، أنا أعالج كلبي جيدا. أو نعوض كلمة مون شيان لأننا ذكرناها، نعوضها بهدلو، نعوضها بهدلو. جو لو سوان بيان، جو لو سوان بيان، جو لو سوان بيان، أنا أعالج جيدا. مون شيان إبليسي، مون شيان إي بليسي، بليسي. عندنا الفار بليسي يعني جرح، جرح، ولكن هنا تنتكلموا على لو شيان إي، هو نفسه ذاته بليسي، أنا مجروح. أما لا قلنا مون شيان ا بليسي، استعملنا هنا أفواغ، غيولي الكلب هو اللي جرح شي واحد آخر. مون شيان ا بليسي مثلا غوني، ا بليسي غوني، إذا كلبي أنه جرح غوني. ولكن هنا عندنا مون شيان ا بليسي، كلبي أنه جرح. جو لو سوان بيان، جو لو سوان بيان، أنا أعالجه جيدا. ثم عندنا هاد الأصوات كما نلاحظ، عندنا ني تماما كما رأينا هنا، مثلا كلمة لافيني، 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 الكرمة أو الدالية، تنتكلمو على الشجرة اللي تتعطي العنب، تتسمى لافيني. ثم لاليني، لاليني، تكلم عن السطر أو الخط، يسمى لاليني. لا مونطاني، لا مونطاني، نتكلم عن الجبل. لا مونطاني، ان باني، ان باني، ان باني، فوالا سي ان باني، سي ان باني، إذا نتكلم عن المشط. ومن فعل باني، تمشط، باني، باني، يعني أنك تمشط. أبخي أون لوسون، نيا. نيا. Une signature. Une signature. Une signature. إذا نتكلم عن توقيع. Une baignade. Une baignade. Une baignade. نتكلم عن استحمام. استحمام. أو بمعنى آخر، غمر الجسم بالماء لوقت معين. أنك تغمر الجسم بالماء لوقت معين، كما نقول استحمام. ثم عندنا ني، 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 إلى إطي سواني، إلى إطي سواني. طبعا هنا نتكلم على الفيرب سواني، عالج، عالج أو اهتم، أو اهتم. أحيانا نتكلم عن تخافاي مثلا سوانيوزومو، العمل بهدوء أو بعناية. مثلا نقول إل تخافاي سوانيزوم، يعني هو يعمل بعناية. إلا إطي سواني، إذا هو عولج. استعملنا هنا لو فيرب إتر مع الفعل، إذا هو اللي تعالج. أما إذا قلنا إلا سواني، إذا هو عالج، استعملنا معه فقط أفواغ. أما إذا قلنا مثلا إلي سواني، إذن هو عولج. كما عندنا هنا لو شيان إي بليسي، إذن هو جرح. لو شيان إي سواني، لو شيان إي سواني، المقصود بأن الكلب لو شيان إي، إي هاد إي سواني، إذن الكلب عولج. إلا إي سواني يعني أنه عولج. ثم غوني سي بيني،
غني سيبيني، المقصود هنا بأن غني غمر كما نقول بالماء، أنه استحم. غني سيبيني، طبعا نتكلم هنا على الفيرب سوبيني، سوبيني سوبيني، إذا نتكلم عن استحم. سوبيني جعل نفسه يستحم، هذا هو المقصود بهذيك سو. ثم عندنا نيو، نيو مثلا ان انفون مينيو، اذا نتكلم عن طفل جذاب، طفل محبوب، طفل ظريف، طفل انيق، اذا نتكلم عن ان انفون مينيو. ثم ان شامبينيون، ان شامبينيون، ان شامبينيون، فوالا سو سون دي شامبينيون، فوالا سو سون دي شامبينيون، إذا نتكلم عن فطريات، دي شامبينيون، أن شامبينيون، أن شامبينيون، أن شامبينيون. ثم عندنا هنا على غير ما نراه مكتوب هنا، هذه تنطق أنونيون، أنونيون، فوالا سي أنونيون، فوالا سي أنونيون. أونيون، أونيون، سي أنونيون. إذن طبعا هي تكتب وانيون ولكن تنطق اونيون. ثم عندنا نيو، نيو طبعا هاد ا اي كما راينا في المسابق ان تنطق ك او، تعطي الصوت او. نيو، 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 ان بتي تانيو، ان بتي تانيو. طبعا هنا عندنا ان بتي، ان بتي، حتى لا تنطق، ولكن عندما تنتكلمون على لاليزون، لاليزون يعني الربط، ملي تربطوا هذه الكلمه مع هذه الكلمه، إذن تولي كأنها كلمه واحده، وبالتالي هالطي تتنطق، أن بوتي تانيو، أن بوتي تانيو. إذن نتكلم عن خروف صغير، أنيو نقصد بها خروف، أحيانا نقصد به لحم الخروف، أن بوتي تانيو. إذا نتكلم عن خروف صغير. تو نوفو، تو نوفو، جديد كليا، أنه جد جديد كما نقول، تو نوفو كما نقول جديد جدا، كما نقول هنا كل جديد، أنه جديد جدا. تو بو، تو بو، طبعا بو يعني جميل، بال، بال جميلة، بو جميل، بال جميلة. توبو أنه جد جميل، جد جميل، كما نقول هنا كل جميل. طبعا تو يعني كل، كاين كلمات أخرى تتشبه ليها، بحالاش نقول مثلا تو لو موند، تو لو موند يعني كل العالم، نستعملها تو. إلا قلنا مثلا توت لي في، كل البنات، توت لي في، تستعملوا هذه للمؤنث الجمع، ممكن نقول توت لا فيرم، كل المزرعة، المزرعة كلها، توت لا فيرم. إذن مثلا نقول توت لا فيرم اي رافاجي باغ لو فو، يعني كل المزرعة انها دمرت بالنار مثلا. اذا طبعا نستعمل هذه للمؤنث، تو للمذكر، توت للمؤنث الجمع، ثم عندنا تو، توس، تو وبيا توس، تتقل على جوج جوه توس. اذا ما كناش غنتكلموا على داكشي اللي غيجي من بعد منا، مثلا نقول نصون توس، لا نصون مثلا توس لا، نحن كلنا هنا، هذيك توس أنها تعني الكل، كل الناس بمعنى آخر، نصون توس لا يعني كلنا، نحن كلنا، دي كلنا أو كلكم أو كلهم بهذا المعنى، أو كلهم بهذا المعنى تتنطق أس، ولكن ممكن نقول تو لي زونفون، تو لي زونفون.
لازم نتكلموا على الجمع ديال المذكر، اذا هنا نستعمل هاد تو بدون نطق هاد اس. اما اذا قلنا مثلا لي زونفون توس لا، اذا الاطفال كلكم هنا، يعني تعالوا هنا لي زونفون توس لا، اذا ممكن ننطق، اذا كما نقول هنا الاطفال كلكم، كلكم الاطفال كلكم هنا، ننطق هاد اس في الحاله. اما اذا قلنا تو لي زونفون هنا لا ننطق هاد اس، ولكن هنا طبعا نتكلم عن تو ليس بهذا المعنى ديال كل. تو كما راينا هنا ان تستعمل ايضا للدلاله على تخي، كما نقول تخي يعني جيد، تو نوفو كما نقول جيد جديد، وبيه تو بو جيد جميل، ان بتيت انو تو نوفو تو بو. نتكلم عن خروف، خروف صغير تو نوفو، جديد جدا كما نقول تو بو جميل جدا. ثم عندنا نياغ، نياغ مثلا ان مونتانياغ، ان مونتانياغ. طبعا كلمة مونتانياغ كما تلاحظوا أن تتضمن كلمة لا مونتان كما رأينا قبل قليل، لا مونتان يعني الجبل. مونتانياغ يمكن لنا ناخذه على جوج المعاني، إذا تكلمنا عن اون في مونتانياغد، اون في مونتانياغد طبعا في المؤنث نضيف أ. إذا نتكلم عن حياة جبلية، إذا طبعا كلمة مونتانياغ ممكن تعني جبلي، نتكلم عن صفة تنوصف بها واحد الحاجة جبلية، نقول عنها مثلا مونتانياغ، نقول عن هذا الشيء مونتانياغ بأنه جبلي، مثلا كما قلنا اون في مونتانياغد، إذا نتكلم عن حياة جبلية. لكن هنا طبعا نتكلم عن ان مونتانياغ، إذا نتكلم عن شخص يعيش في الجبل، ممكن نتكلم عن امرأة تعيش في الجبل، نقول اون مونتانياغد، اون مونتانياغد. إذا هذه الكلمة تستعمل كوصف وكتستعمل كاسم، نفس الشيء مع كلمة ان كومبانياغ، ان كومبانياغ طبعا نتكلم عن لا كومبان، لا كومبان نتكلم عن لا كومبان كما نلاحظ هنا غيمي إيغوني إيغون على كومبان. إذا غيمي وغوني إيغون أنهم سيذهبون على كومبان، سيذهبون إلى البادية، إلى البادية. عندما نتكلم عن أن كومبانياغ، إذا المقصود به رجل يعيش في البادية، وإذا تكلمنا عن إن كومبانياغد، إذا نتكلم عن إمرأة تعيش في البادية، نفس الشيء. إذا أردنا أن نصف شيئا ما نقول عنه بأنه بدوي، مثلا نتكلم عن حياة بدوية، إذا سنتكلم عن اون في كومبانياغد، إذا نتكلم عن حياة بدوية، نتكلم عن حياة في البادية، إذا نقول عنها مثلا كما قلنا اون في كومبانياغد. إذا حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.